بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ده عرض الأنية بتاع العيد إن شاء الله، أو حد عايزهم ياخدهم عقيق. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. 38600 ما شاء الله. بسم الله. هفكه بقى ان شاء الله. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. خروف رحماني اهو. ميزان ما شاء الله، ربنا يبارك. ادي السن لباني ما شاء الله. هذا الخروف اهو، حتة لحمة مظبوبة ما شاء الله، والفروة زي ما انت شايفه اهو، الفروة قدامك اهو، خروف ما شاء الله مقصوص، فروة قصيرة تبارك الله. وادي العلفة بتاعتهم اهي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله اهو. صب صب لحمة مظبوبة اهي، لحمة مظبوبة تبارك الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ده عرض الأنية بتاع العيد إن شاء الله، أو حد عايزهم ياخدهم عقيقة. هما جاهزين ما شاء الله، جدي خليط بور لباني ما شاء الله، يقف للعيد معاك مفيش مشاكل في الزيادة بإذن الله. الجدي لباني ما شاء الله لسه ما كسرش تبارك الله، خليط بور. الجدي تقريبا ميزان دلوقتي 38 كيلو، والجدي بحبه اللي عايز ياخده إن شاء الله ياخده يوقفه للعيد تبارك الله، حاجة محترمة جدا. تمام، رقبة وصدر وفخاد وظهر مجوز ما شاء الله تبارك الله، والجدي ما شاء الله من غير كرش، والجدي بحبه ما شاء الله تبارك الله. ومعانا خروف رحماني لباني برضو ما كسرش، 55 كيلو تبارك الله، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله عليه، كل المواصفات بتاعته الأضحية. اللي عايز ياخدهم على وضعهم الحالي، الخروف 55 كيلو والجدي 38 كيلو، يعني اللي عايز يعمل عقيقه على الوضع ده يتوكل على الله ويذبح برضه مفيش مشاكل، حته لحمه مكسرات العالميه يا باشا. بسم الله ما شاء الله، الخروف تبارك الله لباني ما كسرش ولا سنه، ظهر مظبوب لحم، والفروه زي ما انت شايف فروه مقصوصه ما شاء الله تبارك الله، الفروه مقصوص، الفروه قصيره اهي ما شاء الله، يعني حاجه محترمه جدا. اسمع يا باشا، هو لحمة اهي، وادي الطرف بتاعه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك. جري لك الغنم اهو ما شاء الله، ربنا يبارك اللي هيكون من نصيبه، مال طيب قدامك تبارك الله. اللي عايز ياخدهم يوقفهم للعيد هم في زيادة ما شاء الله، ولسه السن لباني، محدش يقول الغنم كبيرة، السن بتاعهم لباني، تاخدهم توقفهم للعيد. عايز تاخدهم عقيقة على وضعهم دلوقتي، تذبح على طول توكل على الله.